برنامج الأمسية مجموعة من المقطوعات الموسيقية اللي بتحاكي الموسيقى السورية بتنوع مناطقها، لنتحدث أكثر عن الأمسية ونتعرف عن الفرقة. بصيرنا نرحب أكيد بالموسيقي نزار عمران وعازف الترومبيت العالمي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك عن جديد. خلينا نحكي أستاذ نزار، لكان نتعرف عن الفرقة شوية اللي بتضم نخبة من الموسيقيين الجيدين جدا، وأكيد مثل ما ذكرنا بالمقدمة كنتوا بمهرجان بروزيل. نحكي عنا طبعا عن الموسيقى ايضا الجاز والموسيقى الشعبيه. اول شيء شكرا لاستضافتكم وفرصه اني احكي عن المشروع اللي هو له سنين وهلا عم يتبلور وعم يشوف الضوء بشكل عالمي. بالحقيقه هو نزار عمران مشروع اكثر ما انه نزار عمران الشخص. هذا المشروع هو رسالته كسر الصوره النمطيه المعطاه لاي شيء. يعني بالنسبه للترومبيت انا المشروع هو كسر للصوره النمطيه المعطاه للترومبيت اللي هو آلت يعني بتعطي اي حدا بيشوف ترومبيت بياخذ فكره انه هي آله قاسيه بتعطي موسيقى جيش او موسيقى عسكريه او موسيقى. انا كنت عم اعزف عليها مقامات شرقيه وبصوت خاص جدا. هذا الصوت اعطاني فرصه اني اكون من الاصوات المميزه بالعالم واستدعى لمهرجانات عالميه. اليوم الأمسية اللي سويتها هي أمسية اسمها خماسي نزار عمران، ولكن ليست فرقة نزار عمران. يعني نزار عمران المشروع عم يقدم أمسية مع مجموعة من أساتذة المعهد العالي للموسيقى وهم داعمين لهذا المشروع، وأنا تشرفت بالعمل معهم والتعاون معهم اللي هم الأستاذ إياد جناوي بيانو والأستاذ عمران عدرا على القانون، الأستاذ محمد نامق تشيلو والأستاذ مازن حمزة إيقاع. هم كانوا متعاون معي بإظهار هذا المشروع اللي هو في كسر للصوره النمطيه للترومبيت اللي عم يعزف قوالب شرقيه بحته منها قالب السماعي والدور والدولاب، وهي مانا صوره وغير يعني غير مطروقه عالميا انه ترومبيت يعزف هذه القوالب. بالنسبه للامسيه كانت عم تحاكي مهرجان بروزيلا اللي يعني شيء من اللي قدمته بمهرجان بروزيلا ببلجيكا الشهر الماضي، وحبيت اقدم نفس الشيء اللي قدمته بالمهرجان اني اقدمه بدار الاوبرا مشان الناس يكون عندها فرصه تشوف الشيء اللي عم نقدمه بخارج سوريا وعم نعطي هذه الصوره عن الفنانين السوريين اللي عايشين بسوريا. اكيد استاذ نزار، يعني نحن رح نتوسع اكثر ونحكي عن هذا الفن الموسيقي، ولكن خلينا نروح مع مشاهدينا لنشوف من الحفل اللي كان بدار الاوبرا واللي رصدته كاميرا الاخباريه برفقه الزميله نرمين عمار. يعني استاذ نزار قدمت قطعه من التراث الدمشقي، كنت طبعا قدمتها بمهرجان بروزيلا بالتنسيق مع الموزع الموسيقي الشهير نارك عبجيان. اليوم قد ايه مهم نحافظ على تراثنا وفعلا نقدمه بالمهرجانات العالميه يتعرفوا على التراث الدمشقي؟ بمهرجان بروزيلا هو عباره عن قسمين. القسم الاول هو الفولك ميوزك الموسيقى الشعبيه، والقسم الثاني او هو اليوم الثاني هو جاز ميوزك. انا كنت حاضر بافتتاح الفولك ميوزك اللي هو موسيقى الشعوب، فطبيعي انه انا اكون عم اعزف موسيقى شعبيه من سوريا، واخترت موسيقى من جنوب سوريا من السويداء وموسيقى من الساحل وموسيقى جزراويه وموسيقى حلبيه هي القدود، اضافه لموسيقى عملت سويت بالتعاون مع الموزع نارك عبجيان.
وهذه كانت حصيله لاعمال اللي تقدمت وافتتحت فيها المهرجان ولاقت نجاح كثير كبير. استاذ نزار، خلينا نحكي عن تفاعل الناس اكيد مع الموسيقى التراث السوري، كيف كان هالتفاعل؟ بمهرجان بروزيلا انا عملت سابقه وموجوده على صفحتي على الفيسبوك انه انا بسيت الحفل كامل بشكل لايف. يعني الحفل كله موجود من اول المهرجان لا نهايته، يعني موثق وموجود ببث لايف ومباشر على صفحتي على الفيسبوك، وبنقدر نشوف تفاعل الناس والحالة الصمت اللي كانت موجودة، بالرغم انه الجمهور الاوروبي ابدا ما هو جمهور مجامل، يعني ما هو مضطر يجامل بقعدته انه يتفرج على موسيقى اذا ما كان فعلا في شيء عم يشده، لفت له انتباهه. صحيح. وبصفحة مهرجان المهرجان بروزيلا كانت منشوراتي هي الاعلى مشاهدة والاكثر تفاعل بالتعليقات والنقاش، وهنن كثير كانوا عاملين انه عاملين، حتى انا يعني لما رحت كان في يعني حاله انه اليوم هذه السنه في حاله مميزه انه رح نستضيف موسيقي جاي من سوريا، وليس سوري عايش برا عم نستضيفه، لا موسيقي جاي من دمشق وراجع لدمشق. يعني هون كانت الحاله عاملين مثل بروباغندا إعلامية، أنا رحت أنه أنت اللي جاي من سوريا، أنت اللي جاي من سوريا، كيف حكي لنا حكي لنا وليش راجع؟ هلأ سؤال ليش راجع كان جوابي كتير هيك، هلأ لا تبكوا أرجوكم. كان جوابي أنه إذا أنا سافرت لبرا وغيري سافر وكل مين رح يضل يعلم الأطفال الموسيقى ببلدي، لأنه نحن اليوم بحاجة لنوجه الجيل للموسيقى، وهذا الشيء حكيته بالأمسية أنه نحن أكيد بحاجة لنكون موجودين، مو مشاننا اليوم، لا في رسالة أنه هذا الجيل اللي ضل نحن بحاجة لنوجهه. للأسف نحن خليني استغرق شوي بالبداية هاي النخب بعدت عن الناس، يعني حتى نحن كان في عنا شيء من زمان اسمه موسيقى نخبوية، أنا كنت كتير اتضايق من هذا المصطلح أنه اليوم لازم نحن نعمل موسيقى ونجمع النخبة أنه هدول السميعة تبعنا، هي موسيقى للناس كلها، مين اللي قسمها أصلا؟ للأسف بعدين لهالسبب صار في فجوة بين النخب وبين الناس، ما قدرت النخب توصل للناس. انا باول ازمه بلشت اعمل موسيقى، عملتها بالمشوار وعرب على الترومبيت بالاسلوب الشعبي ونزلتهم على اليوتيوب، يعني كان في مسجات العلاقه بانه انا شو حابب اقول بهذه الموسيقى، يعني تعب المشوار من خطواتي وخطواتك، تعب المشوار ونسينا الدار وجني هذا وعلى وين الدرب مودين، يعني هالكلمات كانت كثير تاخذ من فكري، ورحت قدمتها بشكل مع لائق ونزلتها على اليوتيوب وعملت مشاهدات كبيره، وعملت عرب كمان وصرت اشتغل انا، يعني انا نزلت لعند انه بدي انا حاكي خاطب يعني ضمير ووجدان المستمع المانو محترف، مو ضروري يكون انا بدي ادور على النخب، لا خلينا ادور على الشريحه الواسعه من الناس اللي هي مانا مضطره، يعني ببساطه يعني هي هيك عاطت تنساق ورا عواطفها. فهذا الشيء اللي خلاني انه انا دائما اكون دائما متوجه انه لا اليوم انا ما عاد عم اشتغل لحالي، عم اشتغل لانه الاطفال هذه اللي موجوده بسوريا اطفال بلدي من حقهم يكون في حدا عم يعلمهم موسيقى، من حقهم حدا يفرجيهم شو هي الموسيقى ويشجعهم لهذا الطريق. واليوم صار في كثير اطفال واطفال حابين يتعلموا على الترومبيت بعد ما شافوا الترومبيت كيف عم يعزف وكيف عم يقول بطريقه شرقيه، يعني اليوم انه الكلاسيك كويس وجميل ومدرسه، بس نحن اليوم ما كثير، يعني نحن اليوم ما قادرين نكون بالعالم منافسين بموسيقى الكلاسيك لانه هي ما موروثنا. وأثبت التجربة أنه كل الناس اللي كانوا عم يدرسوا كلاسيك بسوريا ويتعالوا على الموسيقى الشرقية لما عم يطلع أوروبا، وهي مو أول جولة لألي، هنو نفسهم عم يعزفوا حالياً عم يطرحوا حالهم كعازفين شرقيين. فيعني أنا من لما كنت بالمعهد كان في صورة أنه نزار عم يتمرن شرقي مع كشرة بتجي، أنه بعدين وفي حدا أنه تبع كلاسيك بيسمع هو جاي بالسيارة بحط موتسارت وكذا، هذا حقه، بس بالأخير أنت اليوم وين ممكن تكون عم تطرح حالك؟ نحن اليوم أبناء هذه المنطقة وهذا الموسيقى تبعنا لازم نكون فخورين فيها طبعاً، وهذا الشيء اللي أنا يعني حريص أنه يكون موجود مع أطفال البلد ويكون موجود هون دائماً لحتى نكون عم نحط الأطفال بهذا المسار. أكيد. يمكن أستاذ نزار مثل ما قلت يمكن وجودكم كموسيقيين بين الجيل الجديد، خاصة أنه الموسيقى هي تعتبر تهذيب للروح والأخلاق كمان، مو بس لغة الشعوب وغذاء الروح، هو أمر كتير بيحملك مسؤولية كمان إن كنت هون ولا إن كنت عم تمثل بلدك بالخارج. كيف عم تقدر بما أنه عم تحكي عن الموسيقى وأنواعها تعطي كل نوع من الموسيقى خصوصيتها بين التراثي بين الصوفي بين أي نوع ممكن الشعبي يمكن؟
سؤال جميل كثير هذا. أنا بلشت بالموسيقى عمري 9 سنين، وكنت رائد على القطر الرابع وخامس سادس، خامس طلعت بأسي على رومانيا، منظمة الطلاق أبعتتني وظليت مكفى بالموسيقى. سمعان أنماط كثير، يعني بالنسبة للسمع وحافظ كثير، وعزفي بالأوركسترا الوطنية السيمفونية، أنا عازف بالأوركسترا من 97، عازف أساسي بالأوركسترا السيمفوني. ودراستي للكلاسيك هي كمان خلتني يكون أعرف كيف تتأدى الموسيقى الكلاسيكية، وكوني أنا كمان عازف عود آلتي الثانية عود خلتني كمان أكون بعرف أتذوق الموسيقى الشرقية، وعاشق للموسيقى الشرقية أساساً. أنا شغلي مع زياد رحباني أعطاني كمان دافع كتير كبير من 2004، وأنا ملازم لأستاذ زياد رحباني بتسجيلاته وتسجيلات السيدة فيروز، اللي كان في تسجيلات نايمة، يعني ما حدا كان يحلم حدا يسجل لها. شهادة وخبرة. فوجودي مع أستاذ زياد، سجلت له ألبوم لطيفة التونسية وألبوم في أمل وصح النوم، كلهم تسجيلي، وموسيقى مثل 1500 ويوميات وعديد من التسجيلات. فهذا كمان شغلي مع زياد عمل لي احتكاك مع موسيقيين فرنسيين ومع موسيقيين أرمن وموسيقى الجاز، وهذا كله عمل عندي هذه الحصيلة السمعية اللي خلتني أعرف كون متلون بالموسيقى وأعرف أتذوق الألوان الموسيقية. يعني اليوم زينة بقدر ما نحن فخورين بالأستاذ نزار، فخورين بالتجربة تبع حضرتك، وشي اللي أنت قلته أنه المهم الشخص يكون بيعبر عن تراثه وعن بيئته لحتى يقدر يفتخر فيها وين ما كان موجود فيها. اليوم أنت حريص أنك تكون عازف الترومبيت السوري قبل ما تكون العالمي. صحيح. وهذا الشيء كتير قلال اللي ما زالوا محافظين عليه وما زالوا بيقدروا فعلا يحققوا. اليوم شو بتحب تقول بختام حديثنا لكل عازف، لكل موسيقي موجود ببلده وقادر مثل ما قلت يروح ويرجع ويضل مثال لغيره من الموسيقيين؟ بقول للموسيقيين السوريين اللي بقيوا يعني واللي عم يسافروا، يعني حصل انا في انا شخص من مجموعه من الاشخاص، مو لحالي بفترض، يعني بيسافروا يرجعوا، هي لازم ناكد عليها. هن ما عم يستغلوا ظروف بلدهم لحتى ينشهروا برا، بالعكس هن عم بيسافروا ويرجعوا ويزيدوا من هذا، خلينا نقول خبرتهم. في اليوم مجموعه من الموسيقيين السوريين بيسافروا بيعملوا مهرجانات وبيرجعوا، وفي دائما نوع من التعتيم عليهم، ما بعرف اذا مقصود او غير مقصود او عن عدم درايه. بحب هدول الناس يكونوا دائما بيلاقوا الدعم والتسهيلات، يعني اهم شيء بين قوسين التسهيلات تبع السفر. اليوم نقابه الفنانين اخذت قرار بانه يمنع على اي موسيقي سوري يشارك باي مهرجان دولي بدون اخذ موافقه خطيه من النقابه، حرصا على المستوى الوطني، يعني انه المستوى الاداء الوطني في هذه المرحله. هذا القرار يحترم وهو قرار عظيم، بس بيحمل بطياته اشارات استفهام كثير. اليوم نحن كلياتنا حريصين على الوطن وعلى سمعه الوطن، وبعد 7 سنين نحن موجودين وبقرارنا موجودين، وليس لانه نحن يعني مو طالع بايدنا نكون غير هون. فموضوع انه يعني هذا الموضوع لازم نحن يكون في عنا تسهيلات لنكون برا، اكثر ما يكون في يعني وضع العصي في العجلات، مشان نضل نكون يعني طالعين عم نكون ما نعطي احلى صوره لبلدنا، وهي احلى بلد في العالم. اكيد استاذ نزار، انا بدي اتشكر وجودك معنا، بنعرف كنت جاي من السفر، يعني تعبنا. انا بكره طالع على مهرجان قرطاج على تونس على فكره، كمان ان شاء الله توصل بالسلامه، وان شاء الله هيك بتمثل سوريا بابهى صورها. نحن فخورين بوجودك معنا، وان شاء الله هيك مثل ما دائما بنقول الموسيقى بتحمل رساله وطن، فان شاء الله تكون تحمل رساله سوريا وين ما رحت، وبالتوفيق بكل النشاطات. بتشكركم لاستضافتكم لي، وانا سعيد جدا بالاستضافه والاضاءه على المشاريع اللي عم تتقدم بسوريا. أكيد. شكرا لك أستاذ نزار، عازف الترومبيت السوري قبل العالمي. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا لوجودك.